عليك عزيزي التلميذ، عزيزي التلميذات. اليوم سأقدم لك الدرس الثالث في مكون التركيب تحت عنوان الجملة الفعلية في زمن الماضي. الجملة الفعلية سنركز على الزمن الماضي، كما سبق وذكرنا في الأشرطة السابقة أننا قمنا بالفعل المضارع والفعل الأمر، واليوم سننهي بالفعل الماضي. نرجع إلى عنوان الدرس الجملة الفعلية. كما تعرفون أعزائي الصغار أن الجملة الفعلية هي كل جملة تبدأ بفعل، كل جملة تبدأ بفعل، واليوم سنركز على الفعل الماضي. تعالوا معي أعزائي الصغار كي نقرأ هذه الأمثلة كي نستخرج علامات الفعل الماضي ونخلص إلى تعريف للزمن الماضي أو الفعل الماضي. لنقرأ أول جملة. شرب الولد الحليب. عيد. شرب الولد الحليب. أين هو الفعل في هذه الجملة؟ جملة فعلية. أين هو الفعل؟ الفعل هو فعل شرب. شرب. إذن أين وقع أو متى عفوا متى وقع هذا الفعل؟ هل هذا الفعل شرب الحليب في الماضي أم يشربه الآن؟ أم طلبت منه أن يشرب؟ طلبت منه عفوا أن يشرب الحليب. إذن هذا الفعل قد وقع في زمن الماضي. لقد شرب هذا الولد الحليب وانتهى. لقد شرب الحليب وانتهى. ننتقل إلى الجملة الثانية. حط العصفور فوق الشجرة. حط العصفور فوق الشجرة. من خلال معنى الجملة يبدو أن ويظهر جليا أن العصفور قد حط فوق الشجرة في الزمن الماضي، في الماضي وانتهى من هذا الفعل. إذن شرب وحط، لاحظتم أنها مبنية على الفتح، وهذا ما يميز زمن الماضي، ويبدأ بطبيعة الحال بحرف الأصل عكس ما ذكرنا في زمن المضارع. ننتقل إلى الجملة الأخيرة. رسمت البنت فراشة. رسمت البنت فراشة. لاحظتم أن هذا الفعل قامت به بنت، إذا سنضيف إلى هذا الفعل تاء التأنيث. سنضيف إلى هذا الفعل تاء التأنيث. لو كان ولد لقلنا رسم الولد فراشة، ولكن دائما المؤنث نحن دائما الفعل بتاء التأنيث، إذا سنقول رسمت البنت فراشة. فالبنت لا ترسم الفراشة الآن أعزائي الصغار، ولكن قد رسمت هذه الفراشة في الزمن الماضي. إذا أردنا أن نضع تلخيصا لهذه الأمثلة ونستخرج منها المعنى الصحيح للفعل الماضي، يمكن أن نقول أن الفعل الماضي هو يدل على حدث وقع في الزمن الماضي. نقول أن الفعل الماضي يدل على حدث وقع في الزمن الماضي وانتهينا منه، لا يمكن أن نكتبه أو نرجعه، مثل كتب أو جلس، مثل كتب وجلس وغيرها من الأفعال أعزائي الصغار. ولكي نثبت ما قمنا بشيء الآن، ولكي نضع يعني تمييزا ما بين الماضي والمضارع والأمر، اقترحت عليكم تقسيما بسيطا جدا حتى نميز بين الفعل الماضي والمضارع والأمر. ضع كل فعل في الخانة المناسبة لك. ضع كل فعل في الخانة المناسبة لك، يعني إن كان فعل الماضي أو فعل المضارع أو فعل أمر. لن نبدأ بأول فعل. يلعب. مسك. قم. شرب. ويقفز. وأكتب. نرجع إلى أول فعل لكي نضعه في الخانة المناسبة له عزيزي المتعلم. يلعب. سنضع هذا الفعل. فكر جيدا. لن يلعب حسب ما شرحنا في الشريط السابق هي فعل مضارع. احسنت، فعل مضارع. لماذا؟ اذا اسندناه الى ضمير هو في الماضي ماذا سنقول؟ هو لعب. اذا قمنا بهذا الفعل في الزمن الماضي اذا قلنا هو لعب، ولكن يلعب احدنا على ان هذا الفعل وقع في زمن الحاضر، يعني مضارع، إذا سنضعه في الخانة المناسبة.
المضارع مسك من خلال معنى هذه الكلمة أو هذا الفعل. وبما أنه مبني على الفتح ويبدأ بحرفه الأصلي فهو في زمن الماضي. سنضعه هذا الفعل أي جيد سنضعه في زمن في خانة الفعل الماضي. قم هذا الفعل مبني على السكون ويدل على أمر، يدل على أمر يعني قم مبني فعل القيام. طلب مني أن أقوم بمعنى قم، هذا هو فعل أمر إذا سأضعه في خانة الفعل الأمر. إذا شرب طبيعة الحال سنضعها في الماضي هنا مبني على الفتح وتدل على أن هذا الفعل قد قمنا به في الزمن الماضي وانتهينا منه. يقفز هو فعل أيضا مضارع لأنه مضارع الحال مبدو بحرف مضارعة وينتهي بالضم، إذا تنطبق عليه حالات الفعل المضارع إذا سنضعه في الفعل المضارع. يقفز اكتب مبنية على السكون وفيها أمر بالكتابة وهو فعل أمر. وبهذا عزيزي المتعلم أكون قد أنهيت هذا الدرس. أمنة من الله العزيزي القدير أن يصلكم الهدف. فإن كان هناك لبس في هذا الدرس أو كان هناك سؤال دعوا لي تعليقا أسفل هذا الشريط وسوف أجيبكم عن كل سؤال. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله. إلى اللقاء.